واحنا كصحف الكترونيه نعمل حاليا على تاسيس نقابه للاعلام الالكتروني تابعه للنقابه العالميه، ودوله الكويت موقعه على معاهدات واتفاقيات يجب ان تلتزم فيها. حرصنا حرصا على حريه السلطه الرابعه في الكويت وعلى ديمقراطيه الكويت وعلى دستور الكويت، وحبا وايمانا منا للكويت بان ندول القضيه وان نخاطب المؤسسات الدوليه وان نخاطب النقابات الدوليه للوقوف معنا في هذه القضيه ومخاطبه حكومه الكويت. البعض يقول بانك ستحرج حكومه الكويت، اقول احرج حكومه الكويت ولا اقتل دستور الكويت. ولا اقتل دستور الكويت.